اهلا بكم مرحبا، حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هعمل لكم سباكيتي او مش سباكيتي، اللي يعجبكم يعني، مكرونه اوكي. المهم الصوص، هعمل صوص بالتونه. فالهم حاجه في الموضوع ده كله الصوص. حابين تعملوها فيتوتشيني، عايزين تعملوها بني، عايزين تعملوها سباكيتي سباكيتيني، براحتكم. ايه بقى الموضوع معانا؟ ايه معانا؟ بصل برنوزيه صغنن، تقطع ايه مكعبات صغنن، ومعانا توم مفروم، ومعايا فلفل حار واحد كفايه، يعني معلقه كبيره كفايه. معايا زيت زيتون، معايا بقى طماطم اتنين كبار حلوين كده، ومش لازم على فكره ايه تقشروهم، لانه كل الكلام ده هيتضرب بلندر اوكي. وبعدين في معايا سكر، ومعايا خل عنب احمر، ومعايا زعتر، ومعايا بابريكا اوكي. وبعدين معايا معلقه صغيره نشا، وشويه ميه نونه يا دوبك ايه اسيح فيهم النشا. التونه، وبفضل اجيب التونه قطعه واحده واهرسها انا اوكي. ادي التونه قطعه واحده وبعدين انا اهرسها، وبعدين بصفيها، مش محتاج الزيت بتاعها والميه اللي فيها اوكي. نبتدي بقى ايه نعمل شغلنا. نعمل ايه بقى؟ نحط كازرول على النار، حله ووك اللي يريحك، بس انا افضل حاجه ستينلس ستيل او يعني معدن يعني anyway، مش تيفلون ومش جرانايت ولا حاجه. ليه؟ علشان لما احط فيها الهاند بلندر ما اجرحهاش اوكي. خلينا في المعدن. تمام، نعمل ايه بقى؟ نحط فيها زيت زيتون، لايك ربع كوبايه زيت زيتون. بنحتاج تاني بنحط تاني اوكي. خلينا على جنب كده. يلا معايا الفلفل الحار، ومعايا الثوم، وانا بحب دايما احط فلفل حار مع الدهون عشان يطلع الريحه بتاعته اكتر. ليه بقى؟ لانه زيوت الطياره اللي فيه تدوب في الدهون اكتر طبعا، لان هي زيوت اوكي، فتدوب في الزيوت او في الدهون وات ايفر، وتديني طعم احلى كتير. وكذلك التومه اهو اوكي، تعالى حبيبي التومه والبصله، بس انا احط البصل الاول وبعدين التوم، عشان التوم ايه ما يتلدعش مني، وبعدين احط التوم ونقلب بقى بسرعه كده. وما يهمنيش بقى استعمل حاجه سيليكون ولا كده، لانه ايه، لانه الحدوته معدن في معدن، ما فيش مشكله خالص اوكي. خليني بقى ايه في الحدوته دي احط لها شويه ملح اوكي، وشويه فلفل. والملح طبعا بيساعد انه الرطوبه او الميه اللي في التوم والبصل يخرجوا اوكي. يبقى شويه فلفوله كده اهو لطيفه، وايه ومعلقه ملح كبيره كده حلوه كده اوكي. يلا نقلب، يلا نقلب. قبل ما انت تقولي حاجات لطيفه، اوطي عليك النار شويتين ثلاثه، قبل ايه ما اقطع الطماطم. تعالى نعمل كده اوكي. ناخد الطماطم، وقلنا مش حابب او يعني مش مهم اني اقشرها علشان هتضرب كل المواضيع دي مع بعضها. تعال نعمل كده، وافضلها تكون اسيا يعني جامده يعني اوكي. وهنعملها كده، يلا بينا يلا بينا. كلام جميل. اوكي نيجي برضو ده بحب السكينه في الحدوته دي تبقى حاميه قوي علشان ما تضطروش تتكوا على الخضار وانتوا بتقطعوه علشان ما يتهريش منكم. هنا هشيل ده الحدوته دي كده اهو اوكي ماشي، ونقطع. وعيني برضو ايه ما تبعدش قوي عن اللي على النار. أوكي.
تلاحظوا بقى ايه ان انا مش حاطط اي معجون طماطم. كفايه قوي الطماطم علشان ما تبقاش كمان الصلصه حمراء قوي. وبعدين هقول لكم على حاجه، هي حتى لو حمراء وضربتوها بالهاند بلندر هتفتح. وليه بقى انا حطيت نشا؟ هقول لكم ليه بحط نشا. بعد ما الصلصه تستوي احط لها شويه النشا في الميه. اوكي، انا هستنى على ده شويتين ثلاثه لغايه ما الثوم بالذات يبتدي يصفر. خلاص انا عملت الحدوته، خليني بقى ايه اعلي عليها شويه لانه خلاص عملت الحدوته دي. اوكي يلا، وعيني عليكي وعيني عليكي وعيني عليكي. اللي يحصل ايه بقى؟ اللي يحصل لو الثوم او البصل احمروا زيادة عن اللزوم، يعني بصوا يا دوبك يبتدي ياخد لون، يا دوبك، لانه لو زاد عن كده الطعم بتاعه مش هيبان الثوم والبصل، هيبان لايك تقلية كده. مش عايز الفكرة دي. اوكي، هو بدأ الثوم المفروم ياخد لون. اوكي، مش هحط الطماطم لغاية ما ياخد اللون اللي انا عايزه تمام، وإلا طبعا اي حاجة تانية هتحط عليه باردة هتوقف التسوية. اوكي يلا نحط بقى الطماطم. ادي الطماطم يا عم. طبعا هنستنى لما الطماطم دي تتبل، يعني تستوي. اوكي، لازم نستنى عليها لما تستوي. كلام جميل، ده كلام جميل. يلا بقى، اولا ايه هزود شويه زيت تاني لانه بعد ما احط النشا والكلام من ده هتستوعب الزيت. يلا ادي النشا بالميه، نعمله كده. وقبل ما نعمل كده هنعمل كده، نحط بقى ايه السكر، معلقة كبيرة، معلقة خل العنب الأحمر، شوية زعتر، ما نزودوش الزعتر حتى لا تتمرر. اوكي، والبابريكا. كلام جميل، ونقلب. وبعدين نزود بقى ايه النشا، وبتحتاج مية نزيد مية، مية طبعا سخنة. هعرف ازاي محتاجه ميه ولا لا؟ مش دلوقتي، هعرف بعد ما اضربها بالخلاط بالهاند بلندر، لانه في ميه محبوسه في الطماطم، لما هتضرب الميه هتطلع، فاعرف ازاي انها محتاجه ميه بعد ما اضرب. اوكي يلا بيك يعني نطلع فاصل قبل ما اضربها. يلا بينا، يلا ابقوا معنا. اهو ضربناها بهذا الشكل. اوكي، تعالوا بقى هناخد التونه زي ما قلنا، وايه بالشوكه كده ايه نهرسها شويه. اوكي، ما تنعموهاش قوي، خلوها ايه والا كنا حطيناها قبل ما نضرب، مش كده؟ عشان يبقى فيها شويه ايه لحم كده باينين يعني. يلا بينا.
اوكي. حطيها بقى عشان ايه لما تكون الصوص تقيله كده وتبتدي تغلي بتطرطش في الدنيا كلها، فنغطيها عشان ما تبهدلناش. اوكي. وبعدين ادي الجبنه وادي البقدونس. الاول هنحط الجبنه. اوكي. وايه ونلفها لفه. وريني. اوكي. يلا هنلفها لفه. عاده الجبنه بتتحط بعد الصوص، يعني ايه؟ يعني بيغرفوا الصوص على المكرونه ويحطوا شويه جبنه على الوش. انا ما عملتش كده، حطيت الجبنه مع المكرونه. اوكي. تديها شويه، تحطيها طعم حلو قوي. وبعدين ايه؟ تسيح سنونه. اوكي. وبعدين طبعا فيكم تحطوا بدل العلبه علبتين تونه، يعني اذا كنتوا عايزين، يعني ده وارد. اوكي. تعالوا بقى نشيل ده. يلا بيكا. ونشيل ده. يلا يلا يلا. اوكي. يلا بينا بقى هنعمل ايه؟ هناخد المكرونه هكذا، وبعدين هنعمل كده، هناخد مصفاه كبيره وهناخد المكرونه وهنعمل كده. استنى يا عمده شويه كده. طبعا فيكم تعملوا حاجه تانية زي ما الناس يعني المطاعم بتعمل. ايه بقى بيعملوا المطاعم؟ بيحطوا الصوص على المكرونه. اوكي. او يعني الصوص على النار، حطوا عليه المكرونه قلبوه مع بعض وبعدين يغرفوه. ممكن نعمل كده طبعا، ممكن نعمل كده. اوكي. بس انا كمان ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد الكلام ده. اوكي. واحطه او يعني احط عليه ميه سخنه. اوكي. اسيح ايه الدنيا. خليني اشوف. اوكي. فتحط كده وقوم ايه حاطط عليه ميه سخنه وبعدين اغرف كده اهو. بسخنها في نفس الوقت بنزل كميه الزيت اللي كانت محطوطه عليها علشان ما تلزقش في بعضها. اوكي. اوكي. ده كلام جميل. تعالي بقى. البقدونس ونقلب ونغرف. هنعمل كده. وايه ونقدم ونخلي صوص تاني ابار. اوكي. اوكي. هقول لكم على حاجه بقى لطيفه، ان الصوص ده ممكن من غير ما انه بيتقدم مع المكرونه ممكن يتاكل، يعني يتغمس بعيش كده ايه فينو لطيف باجات كده محمص سنونه ويدرمس، بيبقى حلو قوي قوي قوي.
يلا اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، واقول لكم ايه، ابقوا معنا.